أولى محطاتنا الصباحية مع المساحة الطبية، ورح نسلط الضوء من خلالها على الأسلوب الصحي الأمثل للوقاية من سرطان القولون، أحد أخطر أنواع السرطانات وأكثرها انتشارا. فكيف بقدر أن نحن نحمي أنفسنا من الإصابة فيه، وشو هي أبرز السلوكيات اليومية اللي ممكن أن توقعنا بفخه؟ رح نعرف هذا الشيء وأكثر مع الدكتورة نسرين خازم، وهي أخصائية بأمراض الدم والأورام. يسعد صباحك دكتورة. صباح النور. يا هلا، اهلا يا هلا وسهلا فيكي دكتورة. بكم. هلا. بالبداية دكتورة، ليش سرطان القولون هلأ بوقتنا الحالي صاير هو الأخطر والأكثر انتشار؟ بالحقيقة سرطان القولون هو من حيث الأكثر انتشارا هو تقريبا ثالث سرطان، خلينا نقول بشكل متوسط ما بين الرجال والنساء. الشاع كتير بهي الفترة أو بعصرنا هذا بسبب المأكولات جاهزة، تبدل طبيعة الحياة، البيئة اللي عم تحيط فينا، وبنفس الوقت طبيعة الأكل اللي نحن عم ناخده. كلياتنا هلأ صار أنه بنعتمد على الأكلات الجاهزة، على الوجبات السريعة، وهي بصراحة وجبات غنية بالكربوهيدرات، غنية بالدهون يلي الغير صحية، وهي أحد المسببات الأساسية لهذا الشيء. بالإضافة لتطور أكثر بالوعي الصحي، صرنا عم نشوفه أكثر، يعني المريض أنه صار لما عنده مشكلة عم يروح يلاحقها بشكل دائم. في تطور كمان هلأ جديد بوسائل الكشف عن السرطان، مشان هيك صرنا عم نشوفه بشكل أكثر. بس السبب الأساسي له هو تغير طبيعة الأكل يلي نحن بنعتمد عليها بشكل دكتورة أساسي. ممكن أمراض معينة تكون موجودة عند بعض الأشخاص يلي بيعانوا من أمراض هضمية بشكل عام، تتحول هاي الأمراض الهضمية لسرطان قولون؟ طبعا في مجموعة، في طيف واسع من الأمراض الهضمية اللي ممكن تتحول بعدين لسرطان قولون. مثلا في مثلا بنسميها نحن التهابات معينة بالقولون أو بالأمعاء، ممكن تكون عامل خطورة لتتحول لسرطان قولون مع الوقت، خصوصا إذا ما انكشفت بطريقة أو ما تابعت أو عولجت بالطريقة المثالية أو بالطريقة الأفضل، فأنه ممكن مع الوقت أنه هي تكون منها التهاب الكولون أو بنسميه نحن داء كرون، ممكن يكون عامل خطورة. بس هذا ما بيعني أنه كل مصاب بداء كرون هو رح ينصاب حكما بسرطان كولون. هلأ كل شخص ممكن بيعاني من مرض معين بالكولون أو حتى أمراض دموية، عنده خوف أنه يكون هالأعراض هاي ممكن تكون هي مرض سرطان القولون. خلينا نتعرف اكثر معك دكتوره، شو اهم الاعراض ممكن يشعر فيها الشخص؟ هلا بصراحه الاعراض بتختلف حسب موقع الورم وين تماما. احنا بنعرف انه القولون عباره عن ثلاث اجزاء، قولون بالايمن والقولون الايسر والقولون يلي بيناتهم بيوصل اللي هو القولون المعترض. فمثلا اذا كان بالقولون الايمن اكثر شيء بيجي بالام، بيجي بمغص غريب الشكل، ما عم يستجيب على المسكنات العاديه اللي بيعطيها اللي بيوصفها طبيب الهضميه، او اللي مستمر بطريقه غريبه شوي عن الشكل. ممكن تكون احد الاعراض كمان هو خروج دم مع البراز بطريقه كمان ما أنا مفسره، يعني المريض ما عنده مشكله بواسير، ما عنده مشكله شرجي، فجاه يلاقي انه في مع الخروج تبعه انه دم. ممكن تبدل بالعادات، يعني انه تبدل بين الامساك والاسهال، ممكن هو يكون احد الاعراض لسرطان القولون. الاعراض بشكل عام هي أعراض مبهمة، بس القاعدة الأساسية لكشف الأورام إنه أي عرض بيستمر بأكثر من الشكل اللازم، أو مثلا أنا متوقع إنه عندي هلا موجة التهاب قولون أو كذا، استمرت كم يوم، استمرت أكثر من أسابيع، ما تحسنت ولا على أي من المسكنات، المفروض طبعا طبيبي الهضمية أو الطبيب العام اللي أنا عم راجعه إنه هو يحولني للمرحلة الثانية واللي هي تنظير القولون. وقتها إنه هي طبعا بالمراحل الأخيرة ممكن نشوف التعب والوهن الشديد، ممكن نشوف أعراض كثير ثانية، عرفتي، تتعلق بانتشار الورم وبشدة انتشاره بالجسم. دكتورة يعني كمان في أعراض وممكن إنه هي تتقاطع مع أعراض أمراض أخرى، لهون لهيك مثل ما قلتي بتكون هي مبهمة. تمام. هلأ عند المعمرين أكثر عرض بيجينا غير موضوع التبدل الإمساك والإسهال، تبدل مثلا المغص يلي نحن كلياته بعد بمعتقداتنا بنصير بنقول أو بعاداتنا بنقول معلش هذا تشنج كولون، أنا مدري شو آكل، أنا آخذ برد، أنا كذا، أنا مخبص شوية أكل. هذا الشيء اللي نحن بنقوله بحياتنا اليومية حتى بمحيط الأطباء، يعني لما إنسان بيصيبه هاي الأعراض بصير بيقول إنه أنا يمكن مخبص، يمكن قاعد تحت المكيف، يمكن مشوب شوي، مشان هيك صار معي هيك. هذا الشيء
بتفسر بطريقه ثانيه، بس عند الكبار بالعمر بالذات لما بيجيني مريض وبلاقي انه عنده فقر دم، وهذا فقر الدم سببه نقص بالحديد، معناتها لازم انا كطبيب انه فكر انه هذا الحديد وين عم بيروح، في يعني في خساره يوميه للحديد مفروض عند سيده ما انا بعمر بنسن النشاط التناسلي، وعند رجل باي عمر كان مفروض انا ما لاقي نقص بالحديد. تمام. مفروض انه كل شيء نحن بناكله بخزن لنا حديد بجسمنا وما بيعمل فقر دم، مفروض ما يلاقي فقر دم. معظم الحالات اللي بنشوفها خصوصا بالمشافي الكبيره سبب الاساسي هو بنطلع بنلاقي في نقص بالحديد، معناتها نحن لازم نفكر بشيء ما هو طبيعي بسبب ما، ممكن يكون شيء سليم ممكن يكون للاسف شيء ما هو سليم. دكتوره ممكن يعني بكل الاعمار يصير سرطان الكولون او في اعمار معينه؟ تماما. هلا في ذروه للحدوث، بس لما بنقول ذروه فهي متوسط لحدوث شيء معين، يعني نحن بنقول مثلا بسن الأربعين بسن الخمسين في ذروه لحدوث سرطانات الكولون، بس هذا ما بيعني انه نحن عم نشوفه باعمار جدا مبكره، باعمار ما رح اقول سن الطفوله وانما عند اليافعين فتره المراهقه ممكن نشوف سرطانات كولون، وكمان نفس الوقت بنشوفها باعمار كثير كبيره. اذا كل ما تقدم الانسان بالعمر كل ما كانت نسبه حدوث سرطان الكولون عنده اكبر، بس هذا ما بيمنع ابدا انه نشوفه باعمار صغيره خصوصا بالحالات الوراثيه. في انواع من الوراثه ممكن تلعب دور تماما بالاورام الكولون بالذات، الوراثه لها كثير دور. ماشي، في عنا داء البوليبات العائلية اللي ممكن يسبب سرطانات بالكولون، في عنا كتير أمراض ممكن تكون هي السبب. دكتورة يمكن الأورام بشكل عام ممكن يكون عامل وراثة دور كبير إلها أو بس ممكن سرطان الكولون؟ هلا الأورام بشكل عام، هلا كل ما عم نتقدم أكثر عم نشوف إنه في شيء اسمه مو وراثه وانما هو نوع من المورثات، يعني في اضطراب جيني، هذا الاضطراب ممكن يكون عائلي وبالتالي ممكن يكون وراثي وممكن يكون لا، هذا الاضطراب ناتج عن طبيعه اكل نحن بناكله، عن البيئه اللي عم نتعرض لها، او هو اضطراب جيني عفوي صار يعني اضطراب بتوالي المتتاليات الصغيره اللي هي بالجسم وبالتالي بسبب طفره، وهيدي الطفره نفسها بتخلي الخلايا تنقسم بشكل كثير سريع وبدون اي سيطره عليها وبالتالي هي ممكن تسبب الورم. بس من اورام الكولون هي من الاورام الاساسيه اللي ممكن تكون وراثيه، يعني اصابه اي شاب بالعائله المفروض نحن نستقصي العائله كلياتها، طبعا في شروط معينه للاستقصاء، الاستقصاءات طبيب الهضميه، طبيب الجراحه، طبيب الاورام، هو اللي دل العيلة على شو الطريقة اللي لازم نكشف فيها مبكر. أورام الكولون من الأورام اللي قابلة جدا للشفاء، نسبة شفائها جدا عالية خصوصا إذا اكتشفت بالمرحلة السابقة، أكثر من 40% من أورام الكولون ما بتحتاج حتى لمعالجة كيماوية ما بعد الجراحة، علاجها الأساسي هو جراحي، وبعدين ممكن ما نحتاج إلا لمراقبة المريض ومراقبة العائلة المحيطة فيه حسب طبعا عوامل الخطورة اللي هو فيها. ذكرتي قبل شوي دكتورة على موضوع البوليبات المتعددة، وكثير بنسمع عن أشخاص بيقولوا أنه مثلا شالوا لي بوليب مثلا من الكولون من المعدة أنه بسيط هو، يا ترى هي البوليبات ممكن أن تتحول فيما بعد؟ البوليب يلي نحن منشيله هي قاعدة أساسية بالأورام أنه اي بوليب مهما كان صغير مهما كان غير مشتبه مفروض يتاخذ ويتحلل عن طبيب التشريح المرضي، يعني مثل ما بنقول اخذنا خزعه وحللناها. هلا هيدا البوليب له كذا نوع، في نوع بنسميه نحن زغابي، في نوع يعني انواع كثيره له، وكل واحد منه له درجه خطوره، في بوليبات بنشيلها بنبعتها بعدين على الجراحه، بنبعت المريض على الجراحه انه استأصل حواليها شوي لانه هيدي مع الوقت ممكن تتحول لسرطان. في بوليبات ابدا غير خطيره وما بتعمل اي شيء، وهي البوليبات المتعدده اخطر من البوليب الواحد، هذا بيكون غالبا بسياق ورم مرض وراثي اسمه داء البوليبات العائلي، وهو ممكن يكون للاسف انه احد الاسباب الاساسيه لحدوث السرطانات. نعم. دكتوره نحن عم نحكي عن سرطان الكولون ويمكن في كثير اشخاص ما بيحبوا يذكروا هالكلمه، بيقولوا هداك المرض، دائما نذكر هالنقطه طبعاً. يعني قديش بالفعل الموضوع النفسي عن جد له دور كثير كبير بالعلاج؟ انا بقول لك بعد خبرتنا، او ما بدي اقول خبرتي وخبره اساتذتي وخبره المحيطين فينا كلياتنا، اراده المريض وحالته النفسيه العاليه بصراحه بتلعب كثير دور، سواء بتطور المرض بسرعه او بمعالجته. المريض اللي متقبل لمرضه يلي مستعد انه هو يتعالج بتلاقي انه النتائج عنده كتير افضل. حتى انا بشوف عند مريضاتي اللي نفسيتهم كتير منيحة، يلي ما نون خاضعين لتوتر كتير، اللي ما نون خايفين كتير من المرض بالبداية، هدول المريضات او المرضى
بلاقيهم انه تقبلهم للعلاج كثير بيكون احسن. نادرا ما اشوف عندهم تاثيرات جانبيه، حتى يمكن لما بصير في تاثيرات جانبيه للعلاج بتشوفي انه هن متقبلينه بطريقه ما عم بيعانوا منه مثل ما بيعانوا باقي المرضى. اراده المريض لحتى انه يشفى هذا شيء كثير اساسي وكثير ضروري. طبعا هذا الشيء ما بتقدري تعتمدي فيه بس على المريض، المفروض كل شيء حوالين المريض ابتداء من الطبيب للتمريض للجو المحيط بالمريض نفسه لازم يكون داعم له بشكل اساسي، بس مو داعم بطريقه انه يا حرام وانه انا دائما بشفق عليه، لا، داعم انه هو يقويه بطريقه كثير منيحه ويكون سند له بكل هاي اللحظات، لانه مهما كان الانسان شخصيته قويه ومهما كانت نفسيته عاليه مثل ما بنقول بالحديد، بس للاسف انه مجرد نحن سمعنا بهذا المرض فنفسيا بصير في رد نفسي. دور الاساسي حوالين المريض هو هي النقطه، اللحظه لما بيسمع فيها المرض. انا مع انه المريض يعرف بمرضه، مع انه يعرف يتابع كل مراحل ومراحل العلاج. تماما دكتوره، مراحل العلاج بتختلف بين الاصابه قد ايه كانت كبيره او كان ببدايتها؟ تماما مثل ما قلت لك، في حوالي 40% من المرضى، ممكن تكون اكثر بالبلدان يلي في عندهم وعي صحي اكثر تجاه هذا الموضوع، هدول المرضى ما بيحتاجوا لمعالجه كيماويه او شعاعيه ما بعد الجراحة. العلاج الأساسي بيكون هو الجراحة، وبالتالي إنه المرضى بيخضعوا بس بعدين لمراقبة دورية، تنظير طبقي محوري، صورة ليد للبطن. لهيك كل ما تأخرنا أكثر بكشف المرض، كل ما تقدم المرض أكثر. وجود انتقالات للعقد اللمفاوية المحيطة بالورم، هذا نحن ما بنعتبره انتقالات، مجرد انتشار بسيط خارج الكولون، هذا بيستوجب أكيد معالجة كيماوية. تمام. للأسف إصابة أماكن خارج الكولون بكثير أو بعيدة عنه، واللي مسميه النقاء البعيدة، المرحلة الرابعة، حتى هدول نسبة منه للأسف ما بيشفوا، بس في نسبة خاصة جدا بأورام الكولون، حتى بوجود انتقالات معينة للكبد، انتقال للرئة، فهذا عن جد المريض بيشفى. صار في طرق كتير، في طرق علاجية كتير اسمها العلاج الهدفي أو العلاجات المناعية، تشفي هدول المرضى حتى بوجود انتقالات بعيدة عن أكيد عن نحن نتمنى كل الشفاء دايما لكل المرضى إن كانوا مصابين بهذا المرض أو بغيره من الأمراض. شكرا كتير دكتورة نسرين على المعلومات اللي أعطيتنا إياها اليوم. شكرا لكم للاستضافة. شكرا كتير لك دكتورة، ونتمنى كل العالم ضلوا بصحة يا رب، والله يبعد الأمراض عن كل الناس إن شاء الله. شكرا إن شاء الله. شكرا لكم. أما هلأ ميسان رح ننتقل لمادتنا التالية، اللغة والهوية.